2 تقسيم العراق تقسيم سوريا. احنا بقى مرة اخرى موضوع المؤامرة، احنا من زمان كلنا مدركين ان في مؤامرة على المنطقة، ومؤامرة لتقسيم العراق، ومؤامرة لتقسيم سوريا. البعض كان بيقول بلاش كلام نظريات المؤامرة، لكن دلوقتي بقى واضح تماما ان خلاص في مؤامرة. لكن المؤسف ان احنا لم نفعل شيء كأمة عربية لمواجهة هذه المؤامرات. قبل أيام مفاجأة غير مفاجئة، لأنها امتداد للفكر الغربي، طلع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، رئيس الأركان الأمريكي، طلع وقال ما يلي 3 نقاط. 1، إن تقسيم العراق هو الحل. 2، تقسيم سوريا هو الحل. هو قال تقسيم العراق ان ده الحل الوحيد، بس يقول لك ايه، قد يكون، ربما يكون، سيبك من قد وربما، هو في النهايه بيقول تقسيم العراق هو الحل. الامر الثاني بيقول سوريا لن تكون في الوضع الذي كانت عليه سابقا. يعني ايه؟ يعني تقسيم سوريا ايضا. 3، ان الجيش الامريكي لازم يتواجد في المنطقه اكتر من كده. لما نرجع لهذا الموضوع هنلاقي انه في مارس، يعني احسب معايا كده بكل بساطة، سنة 2006 الغزو الامريكي للعراق، 2003، طالما 2006، مارس 2006، مارس 2003 سقوط بغداد، مارس 2006 هنري كيسنجر بيقول يجب تقسيم العراق، وان العراق لازم يكون زي مصير يوغوسلافيا، التفكك. مارس 2006. طيب مايو 2006، فوت بقى ابريل، تعالى مايو. جو بايدن كان وقتها عضو في الكونجرس، اللي هو حاليا نائب الرئيس الامريكي، ده كان عضو في الكونجرس. فجو بايدن طلع وقال انه يجب تقسيم العراق من اجل منع تمزيقها. حد يحل هذا اللوغاريتم؟ يجب تقسيم العراق من أجل منع تمزيق العراق. يعني إيه؟ يعني نقسم العراق عشان نمنع تمزقها. لو أنت في ذهنك كل قرية هتبقى دولة لوحدها فتقسيمها أفضل من تمزيقها، تخيل أن يبقى المصطلح ده التقسيم أفضل من التمزيق. بدل ما كل 3 4 يكونوا دولة لوحدهم، خلينا نقسمها 3 دول. مرة أخرى احسب معايا، بنتكلم انه مارس 2003 سقوط بغداد، مارس 2006 في ذكرى سقوط بغداد هنري كيسنجر بيقول لك تقسيم العراق زي يوغوسلافيا، ده موضوع منتهي. عدي بقى شهر ابريل، مايو اللي بعديه، مايو 2006، جو بايدن عضو البرلمان، عضو الكونجرس الامريكي، اللي هو نائب الرئيس دلوقتي، قال تقسيم العراق. تعالى 2015، مايو 2015 كان موجود السيد مسعود بارزاني في أمريكا، وخلاص تقسيم العراق بقى تقريبا أمر واقع، وهو قال كده. مسعود بارزاني قال إنه وحدة العراق اختيارية وليست إجبارية، يعني نكمل مع العراق ما نكملش مع العراق، ده اختيار مش إجباري. والنقطة التانية قال أنا مش عارف إمتى هتستقل كردستان شمال العراق، إنما الاستقلال قادم، هو بس الموضوع أنا مش عارف إمتى ده ممكن يحصل. ده إمتى؟ مايو 2015. عدى يونيو، يوليو 2015 رئيس الأركان الأمريكي بيقول تقسيم العراق إلى 3 دول. ده مش تركيب حاجات مش متركبة، ده مش عرض زمني علشان نقنع الناس إن في مؤامرة، ده كلام مباشر هنري كيسنجر، قول ده مفكر وخارج السلطة. جون بايدن نائب رئيس الجمهورية، نائب الرئيس الأمريكي، وكده رئيس الأركان الأمريكي. فبعد نائب الرئيس ورئيس الأركان بيتكلموا على تقسيم العراق وتقسيم سوريا ووجود جيش أمريكي في هذه المنطقة، إحنا ماذا ننتظر علشان نتأكد أن المنطقة فعلا أصبحت أسيرة المؤامرة؟ لكن للأسف المؤامرة تنجح في كل العالم، الكل يبقى مدرك، او اذا ادرك ان في مؤامره زي ما قلنا من شويه يقف من اجل زي ما تكون
عبوة ناسفة، يروح خبراء مفرقعات، مش إن هو يقف يتصور سيلفي مع العبوة أو يقول لنا إن في عبوة هتنفجر، لأ، إن هو يفك هذه العبوة ويمنع تماما انفجارها. دي مهمة خبراء المفرقعات. الدول إزاء المؤامرات ينبغي أن يكون منطق خبراء المفرقعات، مش نقول إن في مؤامرات فقط، إنما كمان نعمل ضد هذه المؤامرات. لكن للأسف يبدو إن الأمور بتمضي إلى أسوأ، لكن زي ما قلنا باستمرار لا نفقد الأمل.